إنتاج الطماطم المصبرة بالجزائر يحطم أرقاما قياسية هذا الموسم مقارنة بالمواسم السابقة، والفضل يعود لتشجيع السلطات للزراعة من خلال ميكانيزمات حديثة. العينة مع مستثمرة خاصة بولاية طرف. 9.7 مليار دينار جزائري المبلغ المخصص من قبل الدولة لإعادة تأهيل المحطات الحموية الثمانية التابعة للقطاع العمومي. الهدف توفير أسباب الراحة للزوار. 20 مليون دولار حجم المبيعات من الكتب المتوقع بلوغها بعد اختتام معرض سيلة الدولي للكتاب. وأخيرا تتابعون فقرة ضيف البديل، هاتي العناوين سنفصل فيها مشاهدينا بعد قليل. البديل الاقتصادي، أهلا بكم. الطماطم أو البندورة مثل ما كان يطلق عليها آنفا، أصبحت الجزائر من كبار منتجيها، وذلك بفضل إدراج آليات حديثة في زراعتها وتعليبها. ولاية الطرف هي نموذج عن تطوير هذه الشعبة، ما انعكس إيجابا على إنتاج الطماطم المصبرة بطاقة إنتاجية قفزت من 2000 طن أسبوعيا في 2022 إلى 4000 طن أسبوعيا خلال هذا الموسم، كمية ستغطي نسبة كبيرة من احتياجات السوق الوطنية وتسمح بالتطلع إلى التصدير في المدى القريب، يقول الزميل نوفل عبدوس في هذا الريبورتاج الذي أعده بذات الولاية. رهان رفعته الجزائر بتتمين المقومات الفلاحية الوطنية والصناعات التحويلية الغذائية، مما ساهم في رفع المساحات المخصصة لزراعة المنتجات الفلاحية الموجهة للتعليم. ولاية الطرف كانت نموذجاً يحتذى في تحقيق مراتب متقدمة في زراعة الطماطم وتصبيرها. بديت النشاط سنة 2022، تم إبرام العقود مع الفلاحين حوالي 420 هكتار، سنة 2023 حوالي 750 هكتار، والموسم هذا حوالي 940 هكتار. قدرة الاستيعاب نظرية 1300، الفعلية وصلنا حتى 1100 في اليوم طن. الحمد لله أنه الطاقة الإنتاجية من كنا في سنة 2022 2000 طن بريكس 36، 2023 وصلنا حتى 2500، والان في الموسم هذا اللي كان فيه وفرة طماطم مع تشجيع للفلاحين من طرف الدولة وصلنا حتى اكثر من 4000 طن لحد اليوم. هنا يتم استقبال الشاحنات المحملة بالطماطم وتوجيهها لعملية الغسل والفرز الاولي من الشوائب. هنا في غرفة التحكم هذه تسمح لي اني نراقبها مرحلة بمرحلة، ومراقبة التغيرات من كل مرحلة الابتدائية كما النهائية. افتتحنا الموسم استقبال وتحويل الطماطم الصناعية منذ يوم 29 جوان، وقمنا باستقبال معدل 1100 طن يوميا، وقمنا بتحويله إلى ثلاثي التركيز وثنائي التركيز. بخفش عليكم هذا العام الكميات راهي كميات الله يبارك معتبرة مقارنة بالسنوات الماضية، والكم والجودة جودة عالية إن شاء الله هذا العام، حتى يعني الجودة اللي راح تكون في السوق الجزائرية جودة تجب تكون عندها قيمة تنافسية، لكن يكون فما تصدير إن شاء الله. تمر عملية الصناعة التحويلية للطماطم بعمليات معقدة ومراحل عديدة، وتستعمل في إنتاجها أحدث التقنيات والتكنولوجيا الحديثة باستعمال ماكينات تقوم بعصر معجون الطماطم واستخلاصه. بعد ما يصل غسل الطماطم وتخلص من الشوائب الفيزيائيه، تصل هي مرحله تاع البريشوفاج، يعني تسخين تاع الطماطم، بهنا نقدروا نديروا الاكستراكسيون جي. الطماطم نقطعها، بعد ما تتقطع يصل اكستراكسيون جي، يعني تتنحى الشوائب نهائيا، يولي عندنا غير عصير الطماطم. بعد ما تصل عصير الطماطم هذيك، تصل تم ليفابوراسيون اللي هي نبخر الطماطم ونطلعوا الكونسنتراسيون التركيز. يعني عندنا في المرحلة الثالثة تاعنا اللي هي تركيز، هي أهم مرحلة. التركيز يجينا يعني في لا ريسيبسيون في الطماطم، نستقبلوها تكون
بين 5-6 نسبة التركيز تاعها اللي نقولوا لها بالفرنسي البريكس، هي وحدة التركيز، نطلعها حتى للتريبل كونسونتري، حتى 36 بريكس بين 36 بريكس 38 بريكس. من بعد ورا ما تصل عملية التبخير تصل عملية التعقيم. التعقيم هذا اللي نقولوا له احنا ستيريليزاسيون، يتم تعقيم الطماطم بنسبة في درجة عالية في درجة حرارة عالية جدا، باه نضمنوا انه الطماطم تاعنا معقمة لنسبة 100% أو تقريبا 100%. ونحطها ملتم بعد التعقيم يصل الرومبليساج في ليفي. الرومبليساج يعني في ليساك اسيبتيك، كاين عندنا واحد ليساك معقمين خاصين بالعملية دي اللي يحفظون لنا الطماطم تاعنا بين 3 سنين ل5 سنين. وقبل وصول هذا المنتوج للمستهلك لابد له أن يمر عبر مخبر تحليل مطابقات المواصفات الصحية والغذائية. الهدف الأول والأساسي للمؤسسة تاعنا أن نتحصنوا على منتوج نهائي ذو جودة ممتازة يتماشى ويتوافق مع متطلعات المستهلك الجزائري بصفة خاصة والسوق الوطنية بصفة عامة. بفضل السياسة الاقتصادية المنتهجة في شعبة الطماطم، تشجع الفلاح والمصنع على حد سواء لزيادة الإنتاج في هذه الشعبة الحيوية بانتهاج سياسة رابح رابح، بفضل الدعم الذي تكفله الدولة للفلاح والمستثمر والمصنع. العام هذا نجيبه في طماطم في اللوزين، هذه احنا نبيعوا لهم وهم يشريوا علينا، والحمد لله الموسم هذا العام هذا ان شاء الله طماطم راهي بكثره، ونقولوا الحمد لله والامور هي ماشيه بيان. الدعم اللي استفاد منه الفلاح اللي هو متمثل في الاربعه دينار للفلاح والان دينار سيكونت بالنسبه للمحاول، هو اللي خلى الفلاحين والمحاول على كل على حدا انه يسعى انه يكثر من الشعبه هذه وانه يزيد في الانتاج عندها. والهدف الكبير ان شاء الله بعد اللي حابين نوصلوا له بعد انه تغطيه المنتوج الوطني يعني على المستوى المحلي، انه نوصل به للتصدير خارج البلاد. في زمن يعرف شح الموارد الفلاحيه والغذائيه وتسابق دول العالم نحو تأمين احتياجاتها الغذائية مما يضمن لها أمنها الغذائي، الأكيد أن الجزائر في السنوات الأخيرة قطعت أشواطا متقدمة في تعزيز أمنها الغذائي الذي يعد ذروة سنام الأمن القومي. نحن هنا بمركب المعالجة بمياه البحر بسيدي فرج. مثل هذه المراكز العلاجية يقصدها المرضى ممن يعانون من أمراض الجلد والعظام والأعصاب وغيرها من المشاكل الصحية التي تتطلب هكذا تكفل علاجي. ولتوفير ظروف الراحة لهذه الشريحة خصصت الدولة غلافا ماليا قدره 9.7 مليار دينار جزائري قصد إعادة تأهيل المحطات الحبوية الثمانية التابعة للقطاع العمومي بتوفير جميع المرافق الضرورية لفترة النقاهة. حمام قرقور بولاية سطيف استفاد من هذا البرنامج وعاد وفتح أبوابه أمام الزائرين بعد إتمام عملية إعادة التأهيل، تقول الزميلة زهرة بن شيخ في هذا الروبورتاج الذي خصصته لحمام قرقور وحمام السخنة. حمام السخنة للتذكير استفاد هو الآخر من توسعة. تحصي الجزائر 282 منبع حموي و35 محطة حموية، أرقام مؤكدة جاءت بها دراسة أجرها القطاع في 2016، جاء بعدها قرار إعادة تهيئة المحطات العمومية الثمانية بطريقة عصرية تستجيب للمعايير المعمول بها عالمياً. البرنامج الذي سطرته الدولة خص حمام قرقور بولاية سطيف فضلاً عن حمامات أخرى عبر الوطن. تتوفر على 13 مؤسسة حموية تقع بكل من بلدية حمام قرقور، بلدية حمام السخنة، بلدية حمام ولا التبان، وبلدية الحامة. يقصدها الزوار من كل ولايات الوطن خاصة من الولايات المجاورة، حيث وصل عدد الزوار في سنة 2023 إلى 637,262 زائر، حيث عرفت هذه السنة ارتفاع محسوس مقارنة بسنة 2022 التي وصل إلى 570,998 زائر.
من أهم خصائص هذه الحمامات هي حمامات علاجية بامتياز لاحتواء مياهها على عدة معادن طبيعية. كذلك من أكبر الحمامات المتواجدة بالولاية هو حمام قرقور الذي استفاد من غلاف مالي، وهذا من أجل إعادة تأهيله، قدر بحوالي 64 مليار دينار جزائري. حمام قرقور كان محطتنا الأولى خلال التصوير، حيث وقفنا على ما أنجز به من أشغال إعادة التهيئة التي كلفت مبلغ 64 مليار دينار جزائري. حمام قرقور بعد هذه الأشغال اكتسى حلة جديدة. حظي المركب معدني بحصة مالية معتبرة من أجل عصرنة وإعادة تهيئة نقول جل المرافق المركب. استفاد على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي إعادة تهيئة بنغالوهات، حوالي 38 بنغالو، ربع لفيلا، وتمت هذه المرحلة بنسبة 100%. طاقة الاستيعاب لهذه الوحدة هي أكثر من 350 سرير موزعة على غرف 98 غرفة، 38 بنغالو، ربع لفيلا، بالإضافة إلى قاعة سينما، إلى مطاعم. عدد الزوار أكثر سنويا، حول أكثر من 3000 زائر سنويا من داخل الوطن ومن خارج الوطن. احنا الحمام المعدني هذا معروف بالمياه تاعو، الماء تاعو راهم من الدرجة الأولى في إفريقيا والدرجة الثالثة عالميا. كي يجيونا كون يصيبوا ما يروحوش. عندنا الاكتظاظ هذا يكون بزاف في الربيع، الشهور ماي افريل وماي وجوان، هذا هنا يكون بزاف عندنا اكتظاظ كبير، خاطر ذي الفتره في الماء تاعو مليح، يسمى يقاو العلاج تكون عنده يعني كي يجينا مريض يرتاح. حنا جينا بورين كور دو 21 جور، والحمد لله كي قدرنا ربي نجول عندهم لي سوا طري بيان، لا ريستوراسيون طري بيان، عبادها لاباس، الحمام ديالهم لو سي لو ميور اون افريك، سي لو برومي اون افريك، سي لو تروازيام دون لو موند. على هذيك اللي نحبوا نجيبوا ناسهم ما شاء الله. حمام السخنة المعروف محليا ووطنيا استفاد من توسعة جعلته يستقطب عدد أكبر من الزوار والسياح الذين يتوافدون عليه لفوائده العلاجية ولتوفر جميع مرافق الراحة الضرورية. وجدنا ملف على مستوى الولاية، على مستوى البلدية، على مستوى الوزارة، أعطونا هاللوتيرة هذه، استفدنا من هاللوتيرة هذه وجسدنا هذا البروجي هذا على ارض الواقع. عدد الزوار حنا جينيرال مو الزوار اللي يجوا بزاف، يجوا في المواسم تاع مثلا تاع العطله تاع الربيع، في الربيع، في الشتاء. هنا عندنا مركب سياحي فيه توت لي كومونديتي، كل المرافق. الوزاره الوصيه عندنا بروغرام شاك موا نديروا للتحاليل الطبيه، نديروا تحاليل للمياه الحمويه العلاجيه. احنا نخدموا لي ماساج لكامل الانواع، توت لي تيب كيما نقولوا. عندنا ماساج ريلاكسون، ماساج مانيال اونتالجيك، ماساج مانيال سبورتيف. المالاد كي يجي ونفوتوه قبل عند الميدسان نشوفوا الدوسي ميديكال تاعو، اذا عاد ما عندوش جاي بور سولاجمون نديروا له ماساج ريلاكسون، اذا عنده ما دوسي ميديكال وكش ما عنده دي مالادي ولا جاي يعالج نديروا له على حسب المالاد تاعو. وفي سياق تطوير السياحة الحموية يجري حاليا إنجاز 24 محطة حموية جديدة عبر الوطن من أصل 50 مشروع قيد الدراسة. على مدار 10 أيام الماضية كان معرض الجزائر الدولي للكتاب في طبعته 27 الحدث الثقافي السنوي الأبرز، حيث شهد مشاركة قياسية لناشرين وعدد الزوار، وهو ما يصنفه في الصدارة عربيا وسط توقعات ببلوغ حجم المبيعات في هذه السنة 20 مليون دولار، وهي مؤشرة على الديناميكية والانتعاش التي تعرفها سوق النشر وصناعة الكتاب باعتباره أحد مجالات الاقتصاد الثقافي.
الزميلة سهيلة حريرية زارت أجنحة المعرض وأعدت لنا هذا الروبورتاج في الموضوع. يعتبر معرض الجزائر الدولي للكتاب بموعده السنوي أهم حدث اقتصادي ثقافي، وقد شهدت طبعة هذا العام أرقاما قياسية من حيث أعداد العناوين والزوار ودور النشر المشاركة دولية منها ومحلية. تشهد هذه الطبعة، يعني الطبعة 27 الصالون الجزائري الدولي للكتاب، مشاركة قياسية مميزة ب1007 عارضا يمثلون 40 دولة، ثلثي هذه المشاركة هي مشاركة من دول العالم. والعدد الإجمالي للزوار ممكن أن يتجاوز إن شاء الله في هذه الدورة 3 ملايين، خاصة أن في السنة الفارطة كان 8.5 ملايين. حينما شفنا يعني الإقبال تاع الأمس وتاع ما قبل الأمس، الأمس وصل إلى عدد الزوار وصل وتجاوز 356 ألف زائر، بينما كان بعد الأمس فات 200 ألف زائر. إن شاء الله بكل تأكيد في هذه السنة سنتجاوز إن شاء الله 3 ملايين زائر، وهذه المؤشرات دليل على أن سوق الكتاب وصناعة النشر والطباعة في بلادنا سوق مهم للغاية. نتوقع حجم مبيعات هذه السنة هذه الطبعة ما يقارب 20 مليون دولار، يعني بين المحليين والأجانب. هذه الديناميكية تحيلنا لتسليط الضوء على سوق النشر وصناعة الكتاب باعتبارها نشاطا اقتصاديا جاذبا للاستثمار، خاصة مع تضاعف أعداد الناشرين في الجزائر. صناعة الكتاب هي اقتصاد حقيقي. صناعة الكتاب كاين بلدان اللي راهم يعني يصوروا مداخيل كبيرة من صناعة الكتاب. الآن هنا الجزائريين في الجزائر ما ننساوش عندنا حوالي 10 سنوات والدولة راها تدعم إلى حد الآن، والدولة راها تدعم في صناعة الكتاب، ولحقنا هنا في الجزائر يعني أكثر من 1500 عنوان اللي كانت تصدر في السنة. صح، هنا الآن درك يعني باش فكرنا باش درك نصدروا الكتاب إلى الخارج. عندنا ناشرين الحمد لله من حيث النوعية ومن حيث المحتوى، احنا الان نستطيع باش ننافسوا اي ناشر اجنبي. ما ننساوش حاجه ثانيه اللي نذكروها، الشباب الجزائري اللي راه يعني ينجح ويشارك في كل جوائز في الخارج والثقافيه وتحصل على جوائز كبار. ورغم المخاوف على مستقبل الكتاب الورقي أمام النشر الإلكتروني، صارت التكنولوجيا عاملاً إضافياً لتطوير هذا المجال وفتح آفاق جديدة للكتاب الإلكتروني الذي بلغ حجم مبيعاته خلال هذا العام عالمياً 40 مليار دولار مقابل 70 مليار دولار للكتاب الورقي. مهما حدث من تطور لن يلغي دور الكتاب الورقي، لكن هناك إمكانيات وقدرات الآن أصبحت في طريقة إخراج الكتاب، سواء كان من خلال وضع صور، وضع باركود معين لقراءة ومشاهدة المتحدث مثلا عن في هذا الكتاب. أنا أعتقد وجدنا يعني الاقتصاد الثقافي أصبح يواكب التطور الحضاري في إما استخدام الذكاء الاصطناعي أو عملية الإخراج الجديدة التي لم تكن موجودة في السابق كما كنا نصدر كتبنا. الآن هناك مجالات بات المؤلف العربي يساير هذه، وحتى دور النشر تساير هذه الأقنية الحديثة، لأنه أصبح الجيل الجديد يعني قد يقرأ بهذا الشكل وبهذه الصورة من خلال هذه الأقنية. كان حوالي 350 دار نشر جزائري، فيهم الشباب وفيهم القدم المقاولاتية، والشباب دعم الشباب لازم ندخلوه في صناعة الكتاب، مثلا نوعيهم
نشجعوهم في فتح المكتبات باش نخلقوا مقروئية أكثر وباش نخلقوا مؤسسات صغيرة في المطابع، مثلا ليزانفوغراف، المطابع الرقمية، الكتاب الإلكتروني، هذه كل يمشي مع بعضه. هنا هذه الندوة اللي راح نديروها باش نشجعوا سبيسيالمون باش نشجعوا هذا الشباب ونوعيوه باش نقويوا النشر لأن فيه صناعة كبيرة. مواكبة المستجدات التكنولوجية وإرساء شبكة تسويقية وتوزيعية احترافية تستند إلى جوانب قانونية وتنظيمية من شأنه تثمين الإنتاج الفكري والانتقال بالكتاب من قيمته المعرفية إلى جدوى اقتصادية وبعد صناعي وتجاري واعد. وصلنا الآن إلى آخر محطة في البرنامج، الحديث فيها سيكون حول قطاع تدعمه الدولة بقوة عن طريق آليات عديدة بالنظر إلى أهميته الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، قطاع العمل. ونحن على مشارف 2025، هل أتت هذه الميكانيزمات ثمارها كما رسم لها من طرف أولي الاختصاص؟ وهل الحل البديل المؤقت المتمثل في منحة البطالة سيفي بالغرض؟ وماذا عن بعض المهن الصغيرة التي تكاد تختفي؟ هذه النقاط أخرى كانت لب الحوار الذي أجره الزميل نوفل عبدوس مع ضيفه. نتابع. السيد عطيلية مالك، المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مرحبا بك. مساء الخير وشكرا على هذه الدعوة الكريمة والاستضافة. سيد مالك عطيلية يسير سوق الشغل بوساطة مؤسسة آنام وأيضا بالإضافة للهيئات المتعددة للتنصيبات. إلى أي مدى وفقت هذه المؤسسات في احتواء طالبي الشغل؟ بالنسبة للوساطة في سوق التشغيل في الجزائر، هو مكلف بها الوكالة الوطنية للتشغيل، هي بناء على أحكام المرسوم 0677، وفي مواده الأولى يعطي بعض المهام للوكالة الوطنية للتشغيل لتقوم بعملية الوساطة في سوق الشغل، كذلك بقيام بعملية تحليل سوق الشغل، كذلك التنصيب بالخارج، يعني كذلك رقمنة هياكلها من أجل تحقيق الأهداف المسطرة لمهامها. طيب أستاذ، بما أنك ذكرت موضوع الرقمنة، إلى أي مدى يعني عممت هذه الآلية، آلية الرقمنة، بمديريات التشغيل والإدماج؟ بالنسبة للتشغيل بصفة عامة، كانت هناك رقمنة في مجال تسيير اليد العاملة الأجنبية، كذلك تسيير تحويل العمال، والقفز النوعية الكبيرة التي عرفتها الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث أنه نلاحظ أن على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل هناك نظام معلوماتي الذي يسمى الوسيط، إلى جانب 37 خدمة رقمية تقدمها الوكالة الوطنية للتشغيل. وكل هذه الخطوات التي اتخذتها الوكالة الوطنية للتشغيل من أجل تحقيق الشفافية في سوق الشغل، ومن أجل التكفل بانشغال طالب العمل من جهة، وكذلك المؤسسات والمستخدمين في القطاع الاقتصادي من جهة أخرى. منحة البطالة التي نسمع عنها دائما، هل هناك شروط معينة للاستفادة من هذه المنحة؟ من بين الإجراءات أيضا التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية وهو إقرار منحة البطالة. بالطبع الهدف من منحة البطالة هو أولا إيجاد مصدر مالي من أجل العيش الكريم والتي تساعد طالبي الشغل من أجل يعني أولا من أجل تلبية احتياجاتهم، ثانيا هو توفير لهم مصدر مالي والذي يساعدهم على التنقل وعلى إعداد السير الذاتية إلى غيره. النقطة الثانية هو التغطية الاجتماعية والاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي. يبقى المعطى الثالث وهو إعطاء فرصة للتكوين
من أجل تحسين القابلية بين التشغيل والتكوين حتى يستطيع الشاب أن يقوم بعمل تكوين تؤهله للحصول على منصب شغل. يعني هذه بالنسبة للأهداف لمنحة البطالة. بالطبع لما أصدر المرسوم 2270 وهو الذي أعطى الشروط التي يجب أن تتوفر في المستفيد من منحة البطالة في المدى الثانية، أن يكون ذا جنسية جزائرية، أن يكون مقيم في الجزائر، أن تكون وضعيته إزاء الخدمة الوطنية، يعني فيه تسوية لوضعيته من خلال الخدمة الوطنية، أن يكون طالب شغل للمرة الأولى، أن لا يكون مستفيد من تكوين في مؤسسة التكوين المهني أو في مؤسسة التعليم العالي. سيد مالك عطيلية، ذكرت التكوين يعطى الأولوية لطالبي الشغل وطالبي منحة البطالة بالتكوين، هل هناك آليات أو خطط للحفاظ على مثل هذه المهن والحرف الصغيرة؟ لأن سوق الشغل والمواطن الجزائري يحتاجها يعني بالضرورة. من بين التحديات هو كيف نحافظ على مناصب العمل في ظل التحول الرقمي. يعني هناك نحن وصلنا إلى مرحلة فيه تحول رقمي، فيه تطور سريع في سوق الشغل. إذا من أجل المحافظة على مناصب العمل، هناك عمل نقوم به مع مختلف مع قطاع وزارة التكوين والتعليم المهنيين من أجل تكفل ببعض التكوينات، وكذلك يعني لفت انتباه قطاعنا القطاع التكوين المهني. إذا نحن ملاحظنا أنه في هناك يعني تكوينات لا يمكن أن نلبيها في سوق الشغل، من أجل أن تلجأ وزارة التكوين والتعليم إلى إدراج هذه التكوينات في إطار البطاقة التكوينية. في المقابل نجد أن هناك تنسيق تام يكون في إطار عمل حكومي متكامل مع قطاع التكوين المهني على مستوى المحلي، سواء بالنسبة للتكوين في منحة البطالة أو التكوين في حالة ما إذا يعني وجدنا أن هناك عجز في بعض المناصب. بالطبع يكون هناك تنسيق متواصل بين قطاعنا الوزاري وقطاع قطاع التكوين المهني، وهم قطاعين متلازمين. نعم. أخيرا سيد مالك عطيلية، ما هي الآفاق والتحديات التي ترفعونها للوصول للأهداف المسطرة للسياسة الوطنية للتشغيل؟ شوف، بالنسبة للتحديات هناك تحديات كثيرة. كل هذه الإمكانيات المتاحة بالطبع تسمح لنا بالوصول إلى الآفاق المنتظرة وتحقيق مناصب عمل في ظل التخرج الكبير الذي تعرفه مؤسسة التكوين، سواء في التكوين المهني أو التكوين العالي. كذلك بالنسبة للأفاق هو بناء قاعدة إحصائية كبيرة، يجب أن تكون لدينا قاعدة إحصائية تسمح لنا بدراسة أفضل لسوق الشغل وتمكننا من توفير المعطيات التي تسمح للسلطات العليا في البلاد باتخاذ القرارات في مجال تحيين السياسة الوطنية للتشغيل، وكذلك في استراتيجية الاستثمار في الجزائر. سيد مالك عطيلية، المدير العام للتشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، شكرا جزيلا لك على هذه التوضيحات. شكرا ماسي، شكرا جزيلا. اقتصادي لهذا العدد. مشاهدينا، كونوا معنا بعد أسبوعين من الآن في العدد اللاحق. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وتحيات فريق البديل الاقتصادي.